الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييك أخي الكريم وأحيي قناتكم الموقرة وأغني نفسي وأغني كل المدينين وأنا أتورع بالضبط بتوقيع هذا الميثاق وهذه المصالحة التي آمل أن تكون بداية أو نهاية لأحزان أهالي تورغا وبداية عودتهم إلى أرضهم وديارهم وطي صفحة من الماضي كانت مؤلمة على المدينين جميعا. أخي الكريم سؤالك كان هل بدأوا أهل تورغا في العودة؟ كما تعلم أخي تم توقيع هذا الميثاق في ليلة البارحة وكانت ساعة متأخرة يعني والكل رجع إلى بيته ونحن نرتب الآن بالبدء في العودة من يوم الغد إن شاء الله سبحانه وتعالى وغدا سوف نستمع ونشاهد إن شاء الله البعض أو على الأقل يقيم دراسة دفاع صوت يكونون في تورغا بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. طيب سيد عبد النبي لماذا البعثة الأممية لم تحضر هذا التوقيع في مصراته؟ نعم أخي الصوت غير واضح. هل تسمعني جيدا سيد عبد النبي الآن؟ تفضل. قلت لك البعثة الأممية لم تكن حاضرة، لماذا لم تكن حاضرة؟ رغم أنها في السابق كانت تقول بأنها تدعم عودة أهالي تورغا إلى مناطقهم. البعثة الأممية نعم هي راعية للاتفاق ولكن لو لاحظت انت يعني حتى الحكومة أو غيرها لم تكن حاضرة يعني الحاضرين هم شعب المسلمين كل من أهل مقاطعة كل من أهل الخير المسلمين كانوا موجودين من القبائل البلدية يعني ما كان موجود أمس وكان مصالحة ليبية يعني وليست في النهاية ولكن ما رأته الأمم المتحدة هو كيف وصلنا إلى الاتفاق الذي عقد في السابق والذي تم التوقيع عليه في 31/8 من 2016 هذا رأته الأمم المتحدة ولكن هذه كانت إرادة مفراتة إرادة الليبيين بأن تكون هناك مصالحة بين تورغا ومفراتة للبدء في العودة وكما تعرف أنت أخي الكريم يعني هذه العودة قد وقفت في الاول من فبراير كان محدد لها الاول من فبراير بان تبدا العوده الان تم التوقيع على هذا الميثاق لاجل ان يدخل اهل تورغا الى بيوتهم الى ارضهم ان شاء الله تعالى يعني. وهذا بالفعل ما كنت ساتي الان سيد عبد النبي عندما قيل اعلن السراج عن عودة أهل تورغا في 1 فبراير كان هذا بدعم من الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة وبيانات من الأمم المتحدة الآن عندما وقعت هذه الوثيقة وبناء عليها سيعود إن شاء الله من اليوم أهل تورغا إلى مناطقهم يعني بصراحة حدثنا سيد عبد النبي هل يعني هناك اختلاف مع البعثة الأممية حول نقاط معينة لماذا لم تحضر؟ نعم هناك بعض لا اتكلم عن البعثة الأممية حتى اهل تورغا نفسهم رايتهم يعني خرجوا ببيانات وكبائر يطلبون بعض النقاط في الميثاق هذا امر طبيعي جدا يعني ان يرفض ولكن عندما اتكلم عن المصالحه اخي الكريم المصالحه لا تتحصل على كل شيء المصالحه دائما تعطي اشياء وتاخذ اشياء لا يتحصل اي انسان في موضوع مصالحه على ما يريده بالكامل بل هناك امور قانونيه بامكانك ان تتحصل عليها بالقانون ولكن بالمصالحه عندما تكون هناك مصالحه الكل يتنازل الكل يقدم وما كان بالامس هو تنازل للوطن تنازل لليبيا ليبيا يجب ان نبدا في اعمار ليبيا يجب ان نبدا في دخول مرحلة أخرى من مراحل ليبيا كنا في دورة نعم دورة أطاحت في نظام ولكن الآن نحن نريد أن نبني هذه الدورة جميعا نضع أيدينا في أيدي بعض ونتنازل لبعض من أجل بناء الدورة ومن أجل أن نصل في بلادنا إلى بر الأمان من أجل أن يكون هناك عودة حقيقية لكل النازحين والمشردين والمهجرين في ليبيا إلى أراضيهم وإلى أماكنهم ويشترك الكل في بناء ليبيا التي وحبها والتي نريدها ان تكون دوله مزدهره دوله في مصاف الدول. البعثه كما تعلم هذه الكلمه هي جاءت في مساعده ليبيا في مساعده ليبيا في اعمارها مساعده ليبيا بكونها تكون حاضره او غير حاضره هذا امر ياخذ في البعثه ولكن ما يهم الليبيين هو ان يتصالحوا في انفسهم ان تكون لهم اراده في التصالح بان تكون لهم اراده في بناء دولتهم ويلجؤوا للبعثه لتساعدهم اذا ارادوا مساعده منها نعم. طيب سيد عبد النبي باعتبارك عضو المجلس المحلي مجلس محل تورغا والذي طبعا سيكون مسؤول عن إدارة تورغا في الفترة المقبلة هناك من قال بأن البعض يعارض مسألة أن يكون المجلس المحلي هو صاحب السلطة في تورغا في الفترة القادمة هل هذا صحيح؟ أخي الكريم خلينا نقول نكون واضحين احنا
كانت هناك تجاذبات في بدايه كتابه الميثاق بان تكون ثوره فرع بلدي، بان تكون ثوره ماليه بالشكل الاداري لثوره. خلص الامر بان نبدا بان تعود ثوره مجلس محلي كما هي عليه الان. المجلس المحلي الموجود الان هو من يقود هذه المرحله، من ثم عندما تعود ثوره ثوره هم احرار في تقرير مصيرهم، من يقود المرحله. ولكن الان نحن من وقع الاتفاق، من سعى لهذه المصارعه هو المجلس المحلي ثوره. فعلى المجلس المحلي ثوره ان يكمل ثوره بان يعود الناس الى ثوره. من ثم عندما يعود الناس الى ثوره يقرر الناس مصيرهم بكل حريه، تساعدهم الدوله في ذلك، السلطات المختصه تقرر ماذا تكون ثوره. هذا ما نلجا اليه وهذا ما نريده وهذا ما نطمح اليه. ولكن ان نبدا الان يظن الان هذه السياسه ما نراها. احنا الان بدانا، امس كان التوقيع، بكره يعني حدثت في مرحله ثانيه. نحن الان ما نريده هو الثبات على هذا المبدا، مبدا المصالحه. نريد ان ننطلق، لا نريد ان نقف، ان تكون لنا وقفه واحده، ان نوقع ونقرا البيان ثم نقف. ما نريده هو ان نواصل. المواصله اخي تحتاج الى جهود من الدوله، تحتاج الى جهود من الليبيين، تحتاج الى جهود من مساعدات من الجهات الامميه لكي نصل الى ان نبني دوله. البناء ليس بالامر السهل، الدمار نعم نستطيع ان ندمر دوله في دقائق، ولكن ان نبني دوله نحتاج الى شهور ونحتاج الى سنوات. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى بدانا الخطوه الاولى وهي هذا المشروع، مشروع المصالحه. بدينا في الميثاق، نعم تعثر في الخطوه الاولى. نحن الان نزلنا الى الخطوه الثانيه وهذا امر جيد، امر طيب. الان الكل مجمعين، الافراد مجمعين على عوده اهل الثوره، وهذا ما ذكروه في بيانهم. وكان البيان يقول من الان يستطيع ان يعود اهل الثوره الى ارضه، وهذا امر طيب وامر جيد. وهذا ما نعول عليه هو السلم المجتمعي لكي يكون هناك سلام بين المدينتين. الامر الذي نريده نحن هو عوده سلميه طوعيه امنه لاهل الثوره، ليس فيها اي شيء يعني. ولكن لكون المجلس المحلي لديه خطه للعوده، لديه خطه للاعمار، هذا من الامور التي يشتغل عليها المجلس المحلي. نعم، وسوف ينفذها باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لك على كل ما اوردته لنا من تفاصيل. عبد النبيب عرابه، عضو المجلس المحلي تاورغا، كنت معنا عبر الهاتف.